هلا هلا والله يا محمد. ما عشتش طفولتي الطبيعية؟ تروح بلد تانية مختلفة وانت طفل صغير وما تعرفش أصلاً إيه اللي هيحصل. أنا وقتها قلت لنفسي أنس، أنا مشيت من مصر عشان توبي أو نوت توبي، فيا إما هبقى حاجة جامدة يا إما هبقى ولا حاجة. عمره في حد يحب واحدة قد حب أمه، بس حب الحقيقة أقوى من حب الأم. شو تحس قلب محمد بيقول لمحمد؟ تفتكر إن هو موجود؟ ما أعتقدش إن أنت هتلاقي فيه قلب جوه. أنت ليه حزين على هالعلاقة على فكرة؟ مبين عمري ما جربت طعم الدبريشن، كان نفسي أكون موجود معاه في آخر لحظات فيها قبل ما يتوفى. والسنة اللي فاتت دي كانت سنة صعبة قوي، سنة 22 كانت أصعب سنة في حياتي.